علم الاقتصاد من القرن السابع حيث بدأ تاريخ علم الاقتصاد، علماء الاقتصاد كلهم كانوا يؤمنون بأن المشكلة الاقتصادية اللي إلى الآن موجودة، هذه المشكلة، مشكلة الاقتصادية الآن كل البلاد تعاني هذه المشكلة، حتى البلاد المتقدمة ما تمكنوا أن يحلوا هذه المشكلة. ما هو منشأ هذه المشكلة؟ منشأ هذه المشكلة قلة المواد وكثرة الطلب. نظرية علماء الاقتصاد كلهم هاي نظريتهم، مواد محدودة، طلب أكثر، اختلال التوازن بين العرض والطلب، هذا منشأ المشكلة الاقتصادية. إلى أن جاء علماء الاقتصاد في القرن العشرين ونسفوا هذه النظرية، قالوا لا، ليست هذه هي العلة، العلة في المشكلة الاقتصادية سوء التوزيع. الله خلق في هذا الكون ما يكفي كل البشر، يمكن كلهم يعيشون في رفاه، سوء التوزيع. هذه الحقيقة أشار إليها علي صلوات الله عليه في نهجه قبل 1400 عام، ويمكن حافظيها من الخطباء: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. سوء التوزيع. في كلمة أخرى يقول علي صلوات الله عليه: ما رأيت النعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. تضخم في جانب وأزمة في جانب ثاني. هذه لقطات مختصرة من هذه الإحاطة العلمية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.